أعتقد أنه المشهد يعني بدأ يتعقد الحقيقة، خصوصا يعني مشهد خروج صدري هو الذي عقد حالة الانسداد السياسي الحاصلة في نطاق النخب السياسية ونقلها إلى الشارع. يعني الشارع الآن لم يصبح فاعل ضاغط فقط، وإنما فاعل متداخل بالموضوع، خصوصا بعد نزول صدري في الجمعة الماضية. وذاك هذه كلها تفاصيل نرصدها كمحللين، تفاصيل ضاغطة على النخب السياسية. أيضا لا زالت تدور في فلك فكرة الانسداد العام، ولم تحسم أمرها لا على مستوى موقع رئيس جمهورية الذي يعني يحتضن الصراع بين الحزبين حوله، ولا موقع رئاسة الوزراء التي يعني تعتبر حالة مرتبطة بحالة الانسداد وعدم الاتفاق حول رئيس الجمهورية. ولذلك هذا يعني هذه التفاصيل نشد بشكل عام تبين انه يعني حالة وصول الى تسوية سريعة لا تبدو قريبة. انا اعتقد انه هناك تفاعلات سنشاهدها في الايام القادمة، ونشاهد يعني بيان الحزب الديمقراطي كردستان اليوم على سبيل المثال، كان بيان سيد دلاتشة، تغريدة السيد مختار الصدر التي وجهها لحزب الدعوة ورد حزب الدعوة اليوم ايضا في بيان. هذه ايضا تفاصيل تتداخل وتتدخل بعملية عمل البرلمان والمضي لإكمال المدة الدستورية واختيار المواقع الدستورية أيضا. نعم. تسريبات تؤكد أن انتخاب رئيس الجمهورية سيكون الأسبوع المقبل، ماذا عن رئاسة الوزراء الخاصة بالكتل الشيعية؟ أنا أعتقد أنه يعني الفترة الماضية كانت الإشكالية الأبرز هي موضوع رئاسة الجمهورية. أنا أعتقد المرحلة الثانية من الانسداد ستكون الصراع حول رئاسة الوزراء. أنا أعتقد سنشهد حالة من الصراع البرلماني، وقد نشاهد خروج ودخول كتل، يعني حالة توافقية التي تبشر بها كتلة الإطار باعتبار الآن الراعية لعملية إكمال فكرة يعني إنتاج رئيس وزراء من المكون الشيعي. اعتقد انه الفتره القادمه سيكون الصراع حول موقع رئاسه الوزراء، لان الاكراد سيذهبون بالنتيجه مع عمليه التصويت. يعني فكره التوافقيه ليست كفكره الاغلبيه، حينما تبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني على سبيل المثال فكره الاغلبيه حصل انسداد عميق في بين القوى الكرديه، ولكن التوافقيه ستحل الموضوع، يعني ستقلل هذا الاحتكار وسيذهبوا الى التصويت العام. ولكن ماذا عن رئاسه الوزراء؟ ما إمكانية تكرار المشهد في بغداد؟ أنت تحدثت عن البيت الكردي بأن يصل لصيغة نسميها بالتوافقية. هذا ما أقول، أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة من النزال هو صراع على رئاسة الوزراء. أنا أعتقد أن القوى الشيعية لم تحسم أمرها، يعني لم تعلن عن تحالف مع قوى كردية أو سنية، هذه نقطة جوهرية، ولم تعلن عن ما هي التحالفات التي جرت داخل القوى الشيعية بعد خروج الصدريين الذين ملأوا فراغ الصدريين، ماذا عنهم؟ لم يعلن أي تكتل على سبيل المثال، وإنما بقي في فترة العطلة التشريعية يناقش تداعيات خروج الصدريين على المسار. ولذلك أنا أعتقد ستبقى فكرة خروج الكتلة الأكبر اللي هي الكتلة الصدرية مستمرة، يعني تأثيراتها مستمرة، وستعقد مشهد انتخاب رئاسة الوزراء الذي يبدو أن قوى الإطار غير متفقة لحد هذه اللحظة. يعني رأينا هناك مبادرة ذاتية من دولة القانون عبر ترشيح السيد المالكي، الآن نلاحظ تغريدة اللي وردت بتقريركم حول ترشيح السيد عادل العامري، لا يوجد السيد الحكيم والسيد العباد لديهم رؤية مختلفة، يعني لا يوجد اتفاق. هذا مؤشر يعني أن حالة الانسداد ستكون في شكل ممتد، يعني لن يحسم الأمر بانتخاب رئيس الجمهورية. صحيح رئاسة الجمهورية تسهل عملية انتخاب رئيس الوزراء، لكن ماذا عن الاتفاقات الضبية الغير معلنة لحد هذه اللحظة؟ هذا أيضا سؤال يطرح. سيد أحمد، سياسيون يقولون أن الكاظمي بات يعتبر أحد المتنافسين على منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، هل هذا ممكن برأيك؟ أنا أعتقد ممكن جدا أنه صار على هذا الموضوع. مش لأن السيد كاظمي هو الشخصية التي ستحسم هذا الجدل، ولكن الحالة
التي جاء بها السيد الكاظم وتشكلت بها حكومته قد تكون هي الحالة المثلى في هذه الوضعية، يعني في الوضعية التي حصل بها نزول من الشارع، ويبدو أن الشارع بدأ يتفاعل يعني مع الموضوع، بمعنى كان التخوف من التشريدين سابقا، يعني أنه الذين يراقبون المشهد السياسي ويعتمدون عليه، ولكن نزول الصدرين الحقيقة يعني جعل أنه هناك أغلبية شعبية تتشكل بالشارع مقابل أقلية نخبوية. هذه الإشكالية الحقيقة حسب وجهة نظري قد يصار إلى الإبقاء على حكومة السيد الكاظمي حتى إجراء انتخابات مبكرة أخرى، وهذا طبعا مقترح قوى الإطار نفسه، يعني السيد العباد يمكن السيد الحكيم يدعمان هذا الاتجاه، خصوصا مع اعتبار حضور السيد المالكي ربما هو الحل الأمثل لتجنب الصدام. يعني ستكون بقاء استمرار حكومة السيد الكاظمي للحفاظ على السلم الأهلي، للحفاظ على حالة الهدنة السياسية الاجتماعية العامة، هذه التفاصيل التي تدفع بقاء الكاظمي بحسب وجهة نظري، إضافة إلى أن السيد الكاظمي يراهن أيضا على النجاحات الخارجية التي قامت بها حكومته والتفاعل والدعم الذي يحصل عليه من مختلف القوى يعني العالمية والإقليمية. هذا أيضا قد يجنب العراق يعني مشكلة جديدة بقدوم رئيس وزراء ليس لديها أجندة في ظل حالة انقسام، ولذلك نبقى على ما هو عليه الآن، يعني يبقى المشهد على ما هو عليه أفضل من أن نذهب إلى مشهد مفتوح ليس له قاعدة. هذا يعني التفاصيل التي قد تدعم الإبقاء، فكرة الإبقاء على سيد الكامو، إضافة إلى أن السيد الكامو قد يمتص يعني بقاء غضب الصدريين أو حالة التفاعل التي يعني موجودة بأروقة تيار الصدري، لأنه يعني تقريبا هو مرشح مقبول من الصدريين. نعم سيد أحمد، هل تتوقعون أن عمر الحكومة المقبلة سيصل إلى إكمال المدة الدستورية، أم أن الخلافات قد تعيد من المشهد الانتخابات المبكرة؟ بحسب أنا يعني أجري التسوية وتم اختيار شخصية غير جدية، ويعني حصل عملية تسوية مع الصدريين أو خصوصا بالنطاق الشيعي من المشهد المكون للعملية السياسية، هذا أمر مهم جدا. بكل تأكيد فستكون هناك يعني وشكل الحكومة أيضا يتدخل بهذا الأمر، هل هي حكومة تكنوقراط، هل هي حكومة مستقلة، هل هي حكومة حزبية، هل هي حكومة تيارية، هذا الأمر أيضا يتدخل. ولذلك ولكن وفق المعطيات الموجودة في الواقع السياسي الحالي، أنا أعتقد إمكانية أن تنتج هذه الكتل حكومة تمتلك هذه القدرة لإكمال دورة برلمانية كاملة صعب جدا، يعني خصوصا في ظل الظروف الداخلية والتحديات الإقليمية. هذا الأمر أعتقد يبدو يعني على المستوى الشخصي أعتقد أنه بعيد، يعني ممكن أن يصار إلى أن تأتي شخصية تمرر هذا يعني حالة تسوية، تخلق حالة تسوية ولكن ليست حالة إنجاز. هناك فرق بين الحكومة المنتجة والحكومة التي تأتي يعني لتدين المسار السياسي. فأنا أعتقد السيناريو الأقرب هو إنتاج حكومة تسوية، يعني خصوصا أن مبدأ التوافقية هو المبدأ الذي ساد في نهاية المطاف بعد فشل مشروع الصدر وحلفاء مشروع الأغلبية. فممكن وهذه التوازن كلها تذهب ب يعني باتجاه السيد الكاظم. نعم سيد أحمد، القوى الممثلة في البرلمان التي تقع على عاتقها تشكيل الحكومة تنادي بقوية وخدمية، هل يهدئ من السخط الشعبي؟ بكل تأكيد، يعني إذا استطاعت هذه الكتل أن تتجاوز التفصيلات يعني القراءة التي قدمتها الآن وأن تخلق حالة تسوية ضمنية تؤدي إلى حالة تسوية عامة، بكل تأكيد هنا ستحظى يعني الخلافات النهجية ستزيد، وستحظى فكرة ماذا ستقدم هذه الحكومة، الشعب ينتظر أن تقدم له شيء. فهذا طبعا تحدي في الانتخابات. نعم سيدي، قمة الأمن والتنمية التي انعقدت في السعودية مؤخرا، هل كان لها
الأثر للدفع بالإسراع في حسم الملفات الدستورية في العراق؟ أنا أعتقد أنه قمة جدة كانت ضرورة بالنسبة للعراق، يعني كان الموضوع إقليمي. نعم. وإضافة إلى التحديات التي أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعراق هو جزء يعني ليس تكميليا في منظمة أوبك، وإنما جزء مهم جدا. فلذلك السعودية استطاعت أن تحصل على مكاسب سياسية، وأجبرت الإدارة الأمريكية بالنتيجة على القدوم لهذه القمة والاعتراف ب معطياتها ونتائجها، لأن العالم يحتاج إلى الطاقة. فبكل تأكيد العراق يجب أن يستثمر هذا الموضوع كورقة سياسية لإثبات حضوره على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. أنا أعتقد قمة جدة كانت قمة فاصلة يعني بالقراءة الاستراتيجية لمشاركة العراق في هذا الموضوع. صحيح حصل لغط داخلي في الأروقة السياسية العراقية موضوع التطبيع، لكن لا، الإطار العام أنا أعتقد كان على العراق أن يشارك وبقوه في هذه القمه ايضا راعت خصوصيه المشاركه العراقيه، ولذلك طرح بايدن مفهوم اجراء تفاهمات اقتصاديه مع العراق، وان النفوذ القادم هو نفوذ السوفت باور، يعني القوه الناعمه. ف يعني هذه التفاصيل ايضا تقلل من الشحن الذي تقوم به القوى السياسيه المناوئه للوجود الامريكي، الوجود الخشن يعني الوجود العسكري، وممكن ان تتقبل فكره الوجود المرن. فلذلك هذه التفصيلات ايضا تعطي انطباع انه تاثيراتها بكل تاكيد تدفع المشهد السياسي نحو الانفراج يعني، وليس العكس. يعني بالنتيجه العراق يحصل على دعم ويثبت حضوره كفاعل في سوق الطاقه ومؤثر بالتاثير على يعني صناعة القرارات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط. هذه نقطة جدا مهمة، يعني يجب أن يفهم المجتمع العراقي أنه السياسات الخارجية للعراق ممكن أن تكون فاعل ومؤثر جدا لإعادة العراق لمحوريته على المستوى الخارجي، وإعادة حالة التضامن الداخلي على يعني على المستوى الداخلي حالة التضامن العامة. ممكن أن يكون هناك حدث سياسي معين ينعكس بشكل إيجابي على المستوى السياسي والاجتماعي العراقي. شاهدنا كثير من الأحداث، منها زيارة البابا على سبيل المثال، انعكست على الواقع الداخلي وعبرت على أن العراق يمتلك الرؤية ويمتلك الإرادة، وهناك حالة من التضامن والتسامح الديني والتعددية الثقافية. هذه التفاصيل مهمة جدا للدول التي يعني تدور في المنظومة الديمقراطية أو تقترب من استراتيجيات المشاركة مع المنظومة العربية. هذا مهم جدا. نعم. نعم، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الأستاذ أحمد الياسري، شكرا لانضمامك معنا ولتلبيتك دعوة الحوار.